سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. المنطقة العسكرية السابعة تحتفي بتخرج دفعة الشهيد اللواء الركن ناصر الذيباني. رئيس هيئة الأركان العامة يشيد بصمود وتضحيات أبناء محافظة تعز في التصدي لميليشيا الإرهاب الحوثية. وقفة تضامنية في تعز مع أبناء قطاع غزة تندد بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي مارب تنديد واسع بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 11 شهرا. البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يستضيف اجتماع مجموعة شركاء اليمن. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية للأسر الأشد احتياجا في مديرية المسيلة بالبحر. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. احتفت المنطقة العسكرية السابعة في مدينة مارب بتخرج عدد من ضباطها من دورة قادة الكتائب، وفي حفل تزامن مع احتفالات اليمنيين بالذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر المجيد. يطل سبتمبر ولإطلالته يقف الحماة. من أمجاد سبتمبر يستلهمون المجد، وللوفاء بمبادئه يجددون العهد. هنا في قلب المدينة السبائية نشهد حفل تخرج عدد من ضباط المنطقة العسكرية السابعة من دورة قادة الكتائب في دفعة سميت بدفعة الشهيد الفريق الركن ناصر الذيباني. تزامن تخرج دورة قادة الكتائب دفعة الشهيد ناصر علي الذيباني مع أعياد سبتمبر وأكتوبر نوفمبر المجيدة، وهذه إضافة دماء جديدة إلى القوات المسلحة، وتعتبر هذه الدورة من الدورات المهمة جدا للقوات المسلحة، وهذا يدل على إن شاء الله تطبيق أهداف 26 سبتمبر بناء جيش وطني قوي مدرب ومؤهل وعلى أسس علمية وعلى أسس عسكرية ومعرفية. هذه الدورة المميزة بعلومها وبضباطها الخريجين الذين أخذوا مختلف العلوم والمعارف في الدورة على مدى 5 أشهر متواصلة، درسوا فيها مختلف العلوم العسكرية وقادرين على تحقيق المهام في الميدان حتى يكونوا قادة مميزين ويحرروا ما تبقى من أرض الوطن من الميليشيات الحوثية. للحفاظ على أهداف ومكتسبات سبتمبر يؤكد الضباط الخريجون استعدادهم لخوض معركة التحرير ودحر عصابات الحوثي الإرهابية التي تمثل نسخة جديدة للإمامة في أبشع صورة لها على مر التاريخ. في هذا اليوم البهيج نهدي احتفالنا وتخرجنا لأبناء الشعب اليمني، ونعدهم بتحقيق أهداف ثورة 26 من سبتمبر وعلى رأسها القضاء على الحوثي الإرهابي وميليشياته وعصاباته ودحره من اليمن بإذن الله، ورفع العلم الجمهوري في جبال مران. يقول القادة العسكريون إن هؤلاء الضباط الخريجين لهم فضل في التصدي لعصابات جماعة الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات القتال، وهم من يعول عليهم تحرير الوطن واستعادة دولته وجمهوريته. محمد المالكي، سهيل، مأرب. إلى ذلك أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز في كلمته التي ألقاها في حفل تخرج الدفعة السابعة قادة كتائب الذي أقيم في مدينة مارب إن تعز ورجالها قدموا أروع صور النضال والصمود في التصدي لميليشيا الإرهاب الحوثية. صدر قرار رئيس مجلس القيادة القائد العام للقوات المسلحة قبل أسابيع بإنشاء معهد تأهيل القيادة في العاصمة تعز
في المدينة التاريخية تعز هذه المدينة، هذه المدينة التي تحتوي على أفضل رجالات اليمن من المثقفين والأحرار والمقاتلين. لقد صمدت تعز، لقد صمدت تعز في وجه تنظيم جماعة الحوثي حين لم تصمد كثير من المدن وكثير من المحافظات وكثير من المناطق، وصمدت تعز، وصمدت تعز وأوقفت زحف تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية. تعز اليوم سيكون تعز هو مصدر إلهام القادة بناء على قرار رئيس مجلس القيادة بإنشاء معهد تأهيل القاعدة، معهد الشهيد القائد الحمادي عدنان الحمادي. أدى أبناء مدينة تعز اليوم صلاة الجمعة في ساحة الحرية وسط المدينة، وتطرق خطيب ساحة الحرية إلى جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق مدينة تعز منذ بداية العدوان الحوثي على المدينة قبل 10 سنوات والمستمر حتى اليوم. ودعا خطيب ساحة الحرية المواطنين إلى وحدة الصف والالتفاف حول الجيش الوطني وقوة الأمن، مؤكدا أن تحرير الوطن من هذه الميليشيا الإرهابية حول الحل الوحيد للأمن والاستقرار. جاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشترطين عليه أن يبعد الفقراء والمساكين والعبيد عن مجلسه ليجلسوا معه، مستعلين على عباد الله وأنهم خلقوا من عين خاصة أنظف وأنقى. هذا قبل أكثر من 1400 عام. ليأتي السلاليون اليوم يحملون نفس الجهالة الاستعلائية ويقتلون ويزيحون كل من يخالفهم الرأي. منظمات حقوقية مستقلة، هذه المنظمات رصدت أن هناك 4146 مدنياً قتلوا على يد الحوثي في تعز فقط، بل أيها الإخوة منهم 891 طفلاً وأيضاً وهناك 466 امرأة قتلوا على يد الحوثي، هذا في تعز فقط. نعم أيضاً معنا هناك يعني ما يقارب أكثر من 18,065 جريحاً في مدينة تعز فقط، وأيضاً لدينا منهم 2176 طفلة و2669 امرأة. أرأيتم؟ في القرن 21 هناك من لا زال ملوثاً بجهل أبي جهل، يدعي السيادة والتفرد بالحكم وأن الله خصه بما لم يخص به الآخرين، كما يدعي الحوثي ويسخر اسم النبي واسم الله لصالحه ولصالح مشروعه السياسي الإيراني بالمنطقة. معركة مع هذه الحركة الحوثية ومع من يدعمونها من الأمريكان والغرب الذين اليوم يعيثون فساداً في دعم العدو الصهيوني في أرض غزة وفلسطين، حيث أنهم قد قتلوا ما يقارب أكثر من 50,000 وأكثر من 100,000 جريح هناك في أرض الرباط. أرض الرباط، أرض الجهاد، توأم تعز الذي تعبث به جماعة الحوثي مستنصرة بهذه العصابة أو هذه البلدان التي تدعمها من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة. جاء رسول الله رحمة للعالمين وأتى الحوثي اليوم يحمل اسمه كذبا وزورا، ناهبا أموال الناس والدولة ومسخرها لبث الحقد والكراهية والجهل، وناهباً الوطن لتسخيره للمشروع الإيراني المتناغم مع المشروع الصهيوني بالمنطقة. نفذ المصلون في ساحة الحرية بمدينة تعز وقفة تضامنية مع أبناء غزة وما يتعرضون له من تنكيل إرهابي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي،
وندد المحتجون بتواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على سكان قطاع غزة والاعتداءات التي تستهدف الضفة الغربية ومدينة القدس، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تؤكد النهج الدموي للكيان الغاصب، منددين بالصمت الدولي على هذه الجرائم. وأكد المشاركون في الوقفة أن ميليشيا الحوثية تمارس ذات النهج الدموي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق سكان قطاع غزة تنفيذا للأجندة الإيرانية الخبيثة. تتواصل الوقفات التي ينظمها المصلون عقب صلاة الجمعة في مدينة مارب تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي أكمل 11 شهرا في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف كل مظاهر الحياة في قطاع غزة. تكمل المقاومة والشعب الفلسطيني الشهر 11 من مواجهة العدوان الصهيوني، وتكتمل صورة المعركة بين شعب شبه أعزل وبين عدوان صهيوني وقوى داعمة له تغض الطرف عن كل جرائمه. ليكون المشهد كاملا، لن ينكسر شعب يصنع من رائحة الموت عبيرا للحرية. ثبات إخواننا على أرض غزة، سواء الكتائب المقاتلة المجاهدة أو الشعب البسيط المغلوب على أمره الذي يعني محاصر منذ أشهر طويلة، اليوم يكاد تغلق السنة بكاملة والشعب الفلسطيني محاصر، لكن رسائل كبيرة قالها الشعب الفلسطيني أن بعد اليوم الشعب الفلسطيني لن يكسر، ولا تراجع عن المقاومة ولا تراجع عن سقوط إسرائيل وأخذ حق الشعب الفلسطيني. ثم مشهد آخر يرسمه اليمنيون يتمثل في التضامن الذي تتنوع مظاهره بين الوقفات والمسيرات والبيانات والفعاليات المختلفة، مؤكدين بذلك أن قضية فلسطين لا تقبل المساومة ولا الاستثمار ولا التفريط، فهي قضية اليمن والعالم العربي والإسلامي وكل ضمير حي. بالنسبة للشعب اليمني، الشعب اليمني من أقصى إلى أقصى، شمال وجنوب وشرق وغرب، مع القضية الفلسطينية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني ينسون هذه القضية الفلسطينية أو تنسيهم خلافاتهم البينية ويتناسوا هذه القضية الفلسطينية الأصل، قضية العرب والمسلمين. فالأبناء الشعب اليمني لا يمكن إلا أن يكونوا مع القضية الفلسطينية. وقفات مستمرة ينفذها المصلون عقب صلاة الجمعة في مدينة مأرب، يستمرون في إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ويطالبون العالم أن يكون له موقف إنساني مما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية وحرب على كل مظاهر الحياة. طالب المجتمع الدولي بضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإنفاذ قراره بشأن وقف الحرب عليها، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به طوعا أو كرها، كما نطالب بسرعة وقف العدوان الصهيوني على مدن الضفة الغربية المحتلة وإنهاء العملية العسكرية النازية الجارية فيها منذ أسبوعين، وعلى المجرم نتنياهو أن يدرك أنه مثلما ترفض المقاومة في قطاع غزة الاستسلام أمام الاحتلال، فكذلك لن تستسلم الضفة الغربية بمقاومتها الباسلة رغم كل الظروف المحوطة بها. يشهد هؤلاء المحتجون نصراً يلوح في أفق المعركة الشرسة، يتخلق صموداً وتضحية وتحد من بين ركام الأبنية وجثث الضحايا. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب. تضاعف ميليشيا الحوثية الإرهابية وتنوع من جرائم انتهاكاتها بحق أبناء محافظة البيضاء، وهي تولي المجتمع القبلي النصيب الأوفر من عدوانها المنظم، لكنها تواجه موقفا صارما وشديد الصلابة استعصت عليها محاولات اختراقه. في مشروع التدجين والإخضاع لتصيير القبيلة اليمنية إلى قطيع من الأتباع الطيعين
تفشل ميليشيا الحوثي كثيرا على أرض محافظة البيضاء. في البيضاء تتصلب القبيلة أكثر كلما رفع الحوثيون من منسوب جرائم الحرب والإرهاب المنظمة على الإنسان والمكان. ثمة رجالة متأبية ونبل معصوم عن الإذلال، وثمة رسوخ جمهوري تشربته شرايين الجبال وأوردة المكان، وثمة قيفة إضبارة الأنوف العالية التي لا ترى التراب، ومحشد النكف المنتخ السريع. تهتاب ميليشيا الحوثي الإرهابية فخامة الحرية المتأصلة في الأرض البيضاء، فتحاذر مرتعدة نظرة طفل يرمقها شزرا برجولة كاملة، فتفكر بغدرات الانتهاك في القلعة. ففي البيضاء يكفي أن تمزق شعارا حوثيا لتستنفر الميليشيا حملة عسكرية بحجم غزوة. كذلك كان التحاشد الحوثي مع مغتصب البراءة في سجن مركزي تحت الحراسة الحوثية المشددة والتطويق الأمني والاستخباراتي الشامل. إن الجريمة والانحراف والانحلال الأخلاقي من صميم التديث الحوثي كمعتقد، وهناك عهد لا ينكث يمنح المواليين حرية الجريمة والاستباحة وضمانة الحماية والإفلات من العقاب. ليس هذا وحسب، فنوعية الجريمة وعددها معيار أساسي في قياس درجة الولاء للتنظيم الطائفي الشنيع، وبمستوى الجرأة على ممارسة القبائح تتحدد معايير التأهل والكفاءة في منح الثقة والمناصب. وجرائم الحوثي في البيضاء تحدث يوميا، لكنها لن تمر، إذ الأيام تدور هناك بلهفة الشرارة الأولى في فم البركان، وبقدر القبح الحوثي ستكون روعة الانفجار ودهشة المصير. استضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اجتماع مجموعة شركاء اليمن، وذلك بمشاركة المنظمات الأممية والدولية والمانحة لليمن، والذي يأتي تأكيدا على دور المملكة العربية السعودية الريادي في دعم وتنمية اليمن وتاريخها الحافل بالعطاء لمختلف دول العالم. وناقش الاجتماع آخر المستجدات في مجال التنمية والقضايا الإنسانية. وقال مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس بأن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أصبح شريكا هاما ورئيسا في المساهمة بتحقيق ودعم التنمية والاستقرار في اليمن، مشيرا إلى تمكن البرنامج من المساهمة في دعم 8 قطاعات أساسية وحيوية وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تجاوزت 200 مشروع ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية. وسلط الجانب اليمني الضوء على خطة التنمية بقيادة الحكومة اليمنية، والتي تتمحور حول عدة مسارات رئيسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية داخل جميع مؤسسات الدولة والإصلاح المالي والإداري بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية العمليات الحكومية وتنمية الموارد الاقتصادية لتعزيز النمو الوطني والاكتفاء الذاتي وضمان الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الأجنبية وتعظيم تأثيرها على جهود التعافي والتنمية في اليمن. ويهدف اجتماع مجموعة شركاء اليمن إلى تعزيز وتقوية التنسيق بين العمليات الإنسانية والتنموية وعملية السلام، والتنسيق بين المانحين وموائمة أولويات التنمية، وتعزيز التعاون في تنمية اليمن بقيادة الحكومة اليمنية. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدة غذائية للأسر الأشد احتياجا في مديرية المسيلة ضمن دورة التوزيع 6 لمشروع المساعدة الغذائية المنقذة للحياة، وذلك للسكان المتضررين. ويتضمن المشروع الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية توزيع 297 سلة غذائية على الفئات الأشد احتياجا في مناطق مديرية المسيلة. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد وزع مساعدة غذائية للأسر الأشد احتياجا في مديرية الغيضة وحصوين، استفاد منها أكثر من 5800 فرد.
ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة شخصاً بحوزته مواد مخدرة بعد تلقي بلاغ من قبل أهالي منطقة الفيدم في مديرية الغيضة عاصمة المحافظة. وأضافت الأجهزة الأمنية أن أفراد نقطة لوسيك ألقوا القبض على متهم أثناء التفتيش الاحترازي بعد العثور على قطعة من مادة الحشيش المخدر وموبايلات ومبلغا من العملة المحلية والأجنبية، حيث تم التحفظ عليه وإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات من أجل استلام الشخص مع المضبوطات لاستكمال باقي الإجراءات وإحالته إلى جهة الاختصاص. اختتم في مدينة تعز المؤتمر العلمي للقلب وزراعة الكلى والذي أقيم على مدى 3 أيام وخرج بعدد من التوصيات. متابعة. 600 طبيب واستشاري اختتموا فعاليات المؤتمر العلمي الأول للقلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى والذي نظمه مركز القلب بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وجامعة تعز. نحن على مدار 3 أيام في المؤتمر الأول لأمراض القلب والأوعية وزراعة الكلى نقول نصل إلى اليوم الختامي والذي سيتكلل إن شاء الله بكثير من التوصيات. إنجاز أكثر من 60 بحثا ومحاضرة مباشرة وغير مباشرة. نقول الحصيلة أتوقعها تكون عالية جدا. أبناء الطلاب سواء كانوا باحثين أو كانوا مهتمين حققوا الأهداف. الحدث الجديد والأهم أنه صاحب هذا المؤتمر تدريب وصاحب تنفيذ عمليات نوعية تخصصية في هذا المكان، فسعيد جدا أن نصل إلى هذه النتيجة النوعية في مدينة تعز. مخرجات وتوصيات المؤتمر وترجمتها إلى واقع عملي ملموس هو ما ينتظره اليمنيون في كل مناطق الجمهورية من هذا المؤتمر. أنني أشعر بسعادة بالغة أن يجتمع هذا الجمع من داخل اليمن ومن خارج اليمن، سواء بشكل مباشر حضوري أو افتراضيا عبر الاتصال وسائل التواصل أو الاتصال المرئي، حتى يحدث تبادل للخبرات والتجارب التي سنعمل إن شاء الله بعد اكتمال أعمال المؤتمر وخروج توصياته ومخرجاته لترجمتها إلى واقع ملموس. 3 أيام عكف فيها المشاركون في المؤتمر على مناقشة 82 ورقة عمل وبحث علمي. يتميز المؤتمر الطبي بأنه شمل تخصصين هامين اللي هو تخصص القلب والأوعية وأيضا تخصص زراعة الكلى. شارك في المؤتمر أكثر من 100 أو من أكثر من 1000 حاضر وأيضا 500 عن طريق الافتراضي. احتوى المؤتمر على أكثر من 82 ورقة بحثية كانت مشاركات محلية ودولية. أيضا شمل المؤتمر 250 متدرب في 5 ورش قيمة. أيضا المؤتمر شمل علاج أكثر من 100 حالة مرضية في القسطرة القلبية وأيضا الجراحة القلب المفتوح. ومثل هذه المؤتمرات تشكل نجاحات كبيرة لهذه المدينة المحاصرة تعز باحتضانها هذه المؤتمرات العلمية رغم الظروف التي تعيشها. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري صباح اليوم على خطط الأنشطة التي تعتزم منظمة سيفيك تنفيذها بمديريات وادي وصحراء حضرموت. واستمع الوكيل العامري من وفد المنظمة برئاسة اسكندر عبد الله يوسف إلى شرح مفصل عن الأنشطة التي تعمل فيها المنظمة والتي تهدف إلى تحسين حماية المدنيين في النزاعات حول العالم وتقديم العون والمشورة والتدريب والتأهيل للمنظمات الدولية والحكومية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الفاعلة غير الحكومية لاعتماد تنفيذ سياسات للمنع والتخفيف من الضرر على المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وتوفير المساعدات اللازمة لجبر الضرر في حالة وقوعه.
خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم أمام نظيره السعودي 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب البولو بالعاصمة الأردنية عمان ضمن المجموعة الثانية من كأس بطولة غرب آسيا. انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب السعودي بهدفين نظيفين سجلهما خلال الدقيقتين 12:40. وفي الشوط الثاني عزز المنتخب السعودي تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 73 على الرغم من سيطرة منتخبنا الوطني الذي استطاع في الدقيقة 80 تقليص الفارق بتسجيله الهدف الأول عبر اللاعب كريم عماد. وتأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني بفارق الأهداف عن منتخبنا الوطني بعد تساويهما بالنقاط. النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عناوينها. المنطقة العسكرية 7 تحتفي بتخرج دفعة الشهيد اللواء الركن ناصر الذيباني. رئيس هيئة الأركان العامة يشيد بصمود وتضحيات أبناء محافظة تعز في التصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية. وقفة تضامنية في تعز مع أبناء قطاع غزة تندد بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي مارب تنديد واسع بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 11 شهرا. البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يستضيف اجتماع مجموعة شركاء اليمن. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية للأسر الأشد احتياجا في مديرية المسيرة بالمهرة. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله.